سكر اكيد مريض طالما السكر. التغذية او نقص التغذية بينتج عنه النوع ده من الامور، ايه دور المالتي فيتامينز في تدعيم التغذية عشان ما تنعكسش بالسلب على الامور اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ لازم ناخد فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. فيتامين بي كومبلكس داعم للطاقة، داعم للطاقة، داعم للطاقة. فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 طبعا، الكوبالامين والفوليك اسيد والبيوتين كلهم داعمين للطاقة، بيحولوا لي الاكل اللي احنا بناكله لطاقة. فيتامين بي كومبلكس الحلو في قلب مالتي فيت، واللي بيميز قلب مالتي فيت انه فيه كل عائلة فيتامين بي كومبلكس. ممكن تشوف مكملات غذائية أخرى فيها فيتامين بي، بس بيبقى فيها مثلا 3-4 مشتقات، لا أنا عندي كل المشتقات داخل قلب مالتي فيت. هي دي من ضمن الفروقات بين نوع معين من المالتي فيتامينز وانواع تانيه. النسب مالتي فيت، صح كده؟ النسب والمشتقات فيتامين بي كومبلكس كلها موجوده ولا لا. يعني ممكن انا مثلا محتاجه كوبالامين فيتامين بي، فاروح اشتري من الصيدليه الاقي موجود الثيامين والرايبوفلافين مثلا والبيوتين، طب الكوبالامين فين؟ الحلو في قلب مالتي فيت انك مش هتدوري على انا عايزه فيتامين بي بس، مش هتقعدي بقى تبصي في مكمل غذائي او يبص في مكمل في الانجريدينتس ويقرا ان هل فيتامين بي كومبلكس كله موجود ولا لا. فده اللي بيميزنا في قلب مالتي فيت. زي ما احنا شايفين طبعا فيتامين بي بكل انواعه موجودين، بلس الزنك. الزنك مهم قوي قوي، الحاجات كتيره جدا جدا الحقيقه. الزنك مهم للمناعه وبيدعم الخصوبه للرجال، والزنك مهم لصحه الشعر للنساء وصحه ضوافرهم ومع النحاس. الكالسيوم مهم قوي، الكالسيوم مهم بيساعد على تكوين خلايا العظام وتكوين خلايا الاسنان، ومهم لعضله القلب وانقباض عضله القلب. البيوتين زي ما انا قلت، وحمض الفوليك موجود داخل قلب مالتي فيت الداعم جدا للصحه النفسيه. على طول بقول برضو من اعراض الخمول وبتاع الضغط العصبي والتوتر والنفسي والكلام ده كله بيعلي لي نسبه الكورتيزول. فلما الكورتيزول يعلى، الكورتيزول هو الكورتيزون اللي بناخده من بره، لكن الجسم بينتج حاجه اسمها كورتيزول من الغده الكظريه. ده قاعد يعلى ما بينزلش، هيلخبط لي هرمونات جسمي كلها، هتخن، هيجيب لي اكتئاب شعر. لما الكورتيزون يعلى الشعر يقع. فلازم برضو مع الاكل الصحي ومع قلب مالتي فيت ندعم الصحه النفسيه بتاعتنا. اي حد يقدر ياخد قلب مالتي فيت؟ كل الناس تقدر تاخد قلب مالتي فيت، سيدات، رجال، حوامل تقدر تاخده، لانه في مرضى الضغط والسكر، مريض الضغط ومريض السكر ومريض الكوليسترول هو لا يتعارض مع اي دواء هو بياخده. هل في فئه عمريه ما ينفعش تاخده؟ لا، هو ابتداء من 13-14 سنه. انا بس عندي كونسيرن صغير جدا، اصحاب الامراض الفشل الكلوي دول او التليفات القويه جدا في الرئه دول اكيد بيستشير الدكتور اي حاجه، حتى الاكل اللي بياكلوه بيبقى في حاجات معينه ينفع ياكلوها، حاجات معينه ينفع يشربوها، وحاجات لا. فهم دول بس اللي بيسالوا بس الدكتور.